بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 20-1. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإنه مما يحسن ذكره في هذه المناسبة المباركة إن شاء الله، وهي بناء أخينا غازي على زوجته، هذا البناء الذي نرجو أن يكون فيه خير السعادة في الدنيا والآخرة، ولكن ينبغي أن نذكر بالسنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلمها أصحابه بمثل هذه المناسبة الطيبة، حيث كانت الجاهلية يهنئ بعضهم بعضا بعبارة لا خير فيها في كثير من الأحيان، وهي قول بعضهم لبعض وقد تزوج بالرخاء والبنين. كان بعضهم يهنئ بعضا بقوله بالرخاء والبنين، ولعل جميع الحاضرين يعلمون أن هذه العادة قد عادت في عصرنا الحاضر على صفحات الجرائد، فيكتب بالخط الأسود والأكبر عنوان بالرخاء والبنين، ثم يعلن عن فلان بأنه عقد عقده على فلانة، فيهنئونه بهذه التهنئة الجاهلية التي أبطلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجاءنا بخير منها، كما هو عادته عليه الصلاة والسلام وديدنه، فما جاءنا إلا بخير ما جاءت به الأنبياء من قبل، فضلا عن أنه جاء بخير ما كان في عهد الجاهلية. وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من نبي إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم،
ما من نبي بعثه الله عز وجل إلا وكان حقا واجبا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. وهذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا منه لمن تقدمه من الرسل والأنبياء، إعمالا منه وتطبيقا لقول ربنا تبارك وتعالى فبهداهم اقتده. وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر حيث قال فيه عليه الصلاة والسلام: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. فبماذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بديل تلك الجاهلية القديمة وهذه الجاهلية العصرية بالرفاء والبنين؟ ما هو البديل الذي جاء به سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ ألا هو قوله عليه الصلاة والسلام: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. هذا الدعاء هو الذي ينبغي على المسلمين جميعا أن يلتزموه، وأن يهنوا أخاهم المسلم حينما يتزوج بأخت له مسلمة فيقول له: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. أنا أعلم أن هذه العادة أو أن هذا التبريك هو أمر مغمور مهجور عند كثير من المسلمين، إن لم نقل أكثر المسلمين اليوم، وذلك بسبب بعدهم عن تعلمهم لسنة نبيهم من جهة، وابتعادهم عن تطبيق ما يعلمون من السنة من جهة أخرى. هذا في الرجال، فما بالكم في النساء؟ إنهن أبعد بكثير عن أن يتعاطين هذه السنة بعضهن مع بعض. أن تقول الواحدة لأختها المسلمة بمناسبة زواجها: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. فهذا التبريك هو الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وعلمنا إياه بديل تبريك الجاهلية القديمة والحديثة، ألا وهي قولهم بالرخاء والبنين. هذا الكلام يوصلنا إلى التحدث عن مسألة أخرى، ألا وهي البنون. من المستحب بالنسبة للمسلم الراغب في الزواج أن يبحث عن الزوجة التي يظن أنها ولود، أقول يظن أنها ولود لأنه لا يمكن القطع بأن الفتاة الفلانية هي ولود، ولكن ممكن بالظن الغالب أن يحكم على ذلك بالنظر إلى أبيها وأمها وجدتها ونحو ذلك من السلالة. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال: تزوجوا الودود الولود، تزوجوا
الودود الولود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. ففي هذا الحديث حظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته على أن يتقصدوا الاقتران والزواج بالفتاة الولود، وقد عرفتم كيف يمكن بغلبة الظن التعرف على الفتاة الولود. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح علة أمره المذكور في قوله تزوجوا الولود الودود، ذلك هو قوله صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. إذا عرفنا هذا الحديث النبوي الكريم استطعنا بعد ذلك أن ننفذ وأن نتوصل إلى مسألة طالما ابتلي بها كثير من الأزواج، وهو الذي عرف في العصر الحاضر بتحديد النسل أو بتنظيم النسل. يجب أن نعلم أن هذا التحديد أو التنظيم هو من الأمور الدخيلة في الإسلام والتي يشجع المسلمين عليها أعداء الإسلام، ذلك لأن توالد المسلمين لا شك أنه قوة لهم، ومن أجل ذلك قال عليه السلام في الحديث السابق فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فإذا رزق المسلم زوجة ولودا فقد حقق بذلك ذاك الأمر النبوي الكريم تزوج الولود. فحينئذ لا ينبغي للمسلم أن يتعاطى من الأسباب ما يقف في سبيل تحقيق هذه الرغبة النبوية الكريمة، ألا وهو تحديد النسل أو تنظيم النسل. لا يليق بالمسلمين أن يغتروا بتقاليد الكافرين، لا سيما إذا كانوا يصدرون بعض تقاليدهم لغاية سياسية يرمون من ورائها إلى تضعيف شوكة المسلمين والذهاب بقوتهم. من ذلك ما أرسلوه وأوفدوه إلينا بطرقهم الشتى وزينوا لنا ما سبق ذكره من تهديد النسل وتنظيمه. قد يتبنى ذلك بعض الشعوب والأمم التي لا دين لها، يوجهها إلى صالح دنياها وأخراها كالوثنيين مثلا والهندوس ونحو ذلك والصين مثلا الشيوعيين، حيث جروا مدة وسنين يتعاطون طريقة قطع النسل بطريقة الربط المعروف لعرق عند النساء. قد يتبنى هذا الكفار الذين لا دين لهم، أما المسلمون فينبغي أن يكونوا بعيدين كل البعد عن أن يتأثروا بمثل هذه النظم التي يصدرها الكفار إلى بعض الشعوب الأخرى بسبب تضعيفهم والذهاب بقوتهم وشوكتهم. لا غرابة أن يتبنى ذلك من ليس مسلما، لأن غير المسلم
لا يرجو من هذه الحياة الدنيا إلا أن يتمتع فيها كما وصفهم الله عز وجل في كتابه أنهم يتمتعون كما تتمتع الأنعام. المسلم ليس كذلك، إنه يحيا ليس لهذه الحياة وإنما لحياة أخرى هي الحياة الأبدية، يعيش فيها المسلم إما كما هو المرجو به حياة سعيدة في جنات النعيم، أو يعيش لا سمح الله حياة تعيسة شقية في النار والجحيم. وذلك المعرضين عن الاهتداء بشرع الله عز وجل الذي أرسل به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. إن المسلم حينما يرزقه الله تبارك وتعالى امرأة صالحة ولودا فهذه نعمة من الله عز وجل أرسلها إليه، لأنه سيرزق من الأولاد ما يزداد به تقربا إلى الله تبارك وتعالى، لأنه يتزوج ليس للتمتع كما تتمتع الأنعام، للتسافد كما تتسافد الحمر والبهائم، وإنما هو ليتقرب بذلك إلى الله عز وجل بتجاوبه بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الرجل المسلم أو الشاب المسلم حينما يتزوج فإنما يتزوج تنفيذا لحكم شرعي وليس اتباعا لهوى النفس فقط. وأقول ليس اتباعا لهوى النفس فقط، لأن المسلم يؤجر على قضائه لشهوته، خلاف الكافر وخلاف الفاجر، وذلك ما جاء به النص الصريح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما جاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن الفقراء، جاء رسولا من أصحابه الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقول: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويحجون كما نحج ويتصدقون ولا نتصدق. قال عليه الصلاة والسلام: إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإصلاح بين اثنين صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. الشاهد هنا قال عليه السلام: وفي بضع أحدكم صدقة، أي وفي مجامعة أحدكم لزوجته صدقة. قالوا متعجبين: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله عليها أجر؟ قال: نعم. أليس إذا وضعها في الحرام يكون عليه وزر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال
كان له على ذلك أجر. فالمسلم حينما يتزوج لا يقصد فقط قضاء وطره وأداء شهوته، وإنما أيضا يقصد مع ذلك تنفيذ أمر الله عز وجل في مثل قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وقول الرسول عليه السلام السابق الذكر: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. المسلم أيضا يبتغي من وراء تزوجه شيئا آخر، وهو أن يكثر من نسل أمة النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقا للرغبة النبوية السابقة: تزوج الولود الودود. كذلك يقصد أنه إذا رزق ولدا أو أولادا أن يعنى بتربيتهم، وأن يكونوا خلفا لسلفهم الصالح، فيترتب للوالد الذي قام بتربية أولاده يترتب له من الأجر بعد وفاته كل ما فعله أولاده من بعده من الخير. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم تأكيدا لجزء من هذا المعنى العام في هذه الآية: ونكتب ما قدموا وآثارهم، قال عليه السلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإذا المسلم حينما يرزق من الأولاد ما شاء الله فتلك نعمة قدمها الله تبارك وتعالى إليه ليقوم بواجب تربية هؤلاء الأولاد، وليأتيه من أجورهم من بعد وفاته إلى يوم القيامة. وقد يصاب المسلم كما هو الواقع والمشاهد بوفاة ولد له أو أكثر، فتأتيه أجور أخرى غير تلك الأجور التي أشرنا إليها آنفا، من ما لو أحياهم الله عز وجل له وعاشوا بعد وفاته فجاءه من حسناتهم دون أن يكون هو قد فعل هذه الحسنات. فالآن في الصورة الأخرى، إذا أصيب المسلم بوفاة بعض أولاده ثم صبر على ذلك ورضي بقضاء الله وقدره ضمنت له الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلمين أي زوجين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لن تمسه النار إلا تحلة القسم. ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لن تمسه النار إلا تحلة القسم. قالوا: واثنان يا رسول الله؟ قال: واثنان. قال أصحابه عليه السلام: حتى ظننا أننا لو قلنا وواحد لقال وواحد. إذن فالمسلم المتزوج يعيش بين حسنتين لا بد من إحداهما. إن عاش أولاده من بعده جاءته أجورهم وهو في قبره، وإن مات شيء من ولده في قيد حياته
فقد ضمن الله له تبارك وتعالى الجنة، وأنه لن تمسه النار إلا تحلة القسم. ولابد هنا من أن نقف قليلا عند هذه الكلمة إلا تحلة القسم. ما معنى تحلة القسم؟ يشير عليه الصلاة والسلام إلى قول الله عز وجل في القرآن: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإن منكم معشر الإنس والجن إلا واردها، أي داخل النار، لا بد ولا مناص من ذلك، لا فرق في ذلك بين بار وشقي، كلهم وإن منكم إلا واردها كان ذلك كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الورود هنا هو المرور على جسر جهنم الذي يحيط به لهيب نار جهنم، فالذين يمرون على الجسر لابد أن تحيط بهم النار سواء كانوا صالحين أو طالحين، ولكن الصالحين منهم وهنا الشاهد لا تمسهم النار بسوء، أي إن النار في حق الصالحين المارين في جسر جهنم تكون عليهم بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. فقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق المرور لكل الثقلين الإنس والجن مع فارق هام جدا، أن الأبرار لا تمسهم النار إلا مجرد المرور تنفيذا لهذا القسم الإلهي: وإن منكم إلا واردها كان ذلك كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. المتقون يمرون على جهنم ولا يتساقطون فيها بخلاف الكفار، فهم الذين يهون في جهنم وبئس المصير. إذن لماذا يسعى المسلم إلى تقليل نسله؟ هذه كرجل غني أنعم الله عليه تبارك وتعالى بكثير من المال فهو يضيعه ويحرقه، مثل هذا كمثل هذا تماما، بل الذي يضيع ولده ويقطع نسله أو يقلل نسله أمره شر من الذي يضيع ماله أو يقلل ماله. فهذه العادة التي بدأ بعض المسلمين اليوم يعتادونها مما ذكرنا آنفا من تهديد النسل أو تنظيمه، هذه عادة كافرة لا صلة لها بالإسلام ولا تتفق مع عقلية المسلم الذي يحيا لله ويعيش مع أولاده ليصبحوا عبادا لله عز وجل صالحين، تكتب أجورهم في صحيفة أبويه إن عاشوا من بعده، وإن ماتوا فقد ضمن الله تبارك وتعالى له الجنة وأن النار لن تمسه بسوء وأنه لا يدخلها إلا تحلة القسم. هذا ما خطر في بالي أن أتحدث به إليكم، وقد طلبت مني تلك الكلمة، وإلا فأنا كنت متعبا وحضرت فقط لتهنية أخينا، ولكن لا ينبغي لنا أن نرد طلبا لأخ كريم لنا ما دمنا نجد إلى ذلك سبيلا، وهذا ما يسره الله لنا. ونسأل الله عز وجل
أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يلهمنا العمل بما علمنا، والحمد لله رب العالمين. الله يجزيك الخير. سؤال نرجو أن تزيدنا حوله إيضاحا وعلما. بالنسبة إلى زواج المتعة، هل لنا أن ننطلق من عدم تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم له في عدم تحريمه؟ كنت أسأل هذا السؤال فجوابي أنه خطأ من أصله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة وليس لم يحرمها، فقد جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم أحاديث عديدة في النهي عن نكاح المتعة. ومن هذه الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة إلى يوم القيامة، فأظن أن الجواب واضح، وأن السؤال ما أدري من أين جاءك في قولك أن الرسول ما حرمه. وسيدنا أنه الشاعر أن عمر الخطاب هو الذي حرم هذا. هذا سؤال له جوابه أيضا. ينبغي أن نتذكر قاعدة، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم شيئا من عنده لأن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحرم ولا يحلل، إنما هو مبلغ عن المحلل والمحرم ألا وهو الله تبارك وتعالى. ذلك لأن التحليل والتشريع والتحريم هو تشريع، والتشريع ليس لأحد من البشر أن يشرع للناس شيئا من عند نفسه، لأن المشرع إذا صح التعبير هو الله وحده لا شريك له. ولذلك نجد غير ما آية في القرآن الكريم تندد بالمشركين الذين كانوا يحرمون أشياء ويحللون أخرى، فقال عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال في حق النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أشكل هذا النص القرآني أربابا من دون الله أشكل على بعض الأصحاب الكرام الذين كانوا في المجلس الذي تلا فيه الرسول عليه السلام هذه الآية الكريمة، وقد كان من العرب الذين تنصروا في الجاهلية ألا وهو عدي بن حاتم الطائي، فلما سمع هذه الآية يقول في بني دينه النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله، قال يا رسول الله ما اتخذناهم أرباب من دون الله. لماذا يقول هذا؟ لأنه لم يفهم الآية كما أراد الله تبارك وتعالى. فهم الآية أربابا يعني خلقوا السماوات والأرض مع الله تبارك وتعالى، لكن الرسول عليه السلام سرعان ما بين له المعنى الصحيح الذي أطاح بإشكاله، فقال له مجيبا بسؤاله إياه ألستم كنتم إذا حرموا لكم حلالا حرمتموه وإذا حللوا لكم حراما حللتموه؟ قال أما هذا فقد كان. فقال عليه السلام فذاك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله.
أريد أن أقول إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الناس يوم القيامة بما فيهم آدم فمن دونه من الأنبياء والرسل، إذا كان سيد الأنبياء ليس له أن يحرم وأن يحلل، وإنما ذلك لله عز وجل، فهل لأحد دون الرسول عليه السلام أن يحرم ما دام أن الرسول لا يحرم؟ الجواب لا. الآن لإتمام توضيح السؤال، إذا حرم الله شيئا وبلغناه نبينا صلى الله عليه وسلم، فهل نحن نحرمه أم نحلله؟ إذا حرم الله شيئا فما موقفنا؟ نحلله أم نحرمه؟ نحرمه. فأنت مثلا قد تنقل عني تقول فلان حرم المتعة، هذا أمر بدهي لأن هذا التحريم محرم على بلاغ الرسول عليه السلام الذي وصف في القرآن بقول عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا لما حرم عمر المتعة إنما حرمها بناء على تحريم الرسول إياها، ولما حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حرمها من عند نفسه لأنه ليس له صفة التحليل والتحريم، إنما هو من عند ربه تبارك وتعالى. تحريم عمر الخطاب للمتعة هو تنفيذ منه لنص شرعي. أريد بهذا أن ألفت النظر أن تحريم المتعة ليس فقط بالسنة، بل السنة وضحت وبينت تحريم القرآن لها. كلنا يقرأ في أول سورة المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إذن ربنا عز وجل في هذه الآيات المحكمة قد بين أن لا سبيل للمسلم لقضاء شهوته إلا من طريق من طريقين اثنين لا ثالث لهما: الزواج وتسري. المتعة متعة ليس زواجا، ولذلك أكد الرسول عليه السلام ما أفادته هذه الآية من التحريم. فعمر كان مبلغا عن الرسول بتحريم المتعة، والرسول كان مبلغا عن الله عز وجل بتحريم المتعة. فعل عمر في تحريم المتعة له شبه كبير جدا بأقول الآن على سبيل المجاز بتشريعه قيام رمضان، فإن كثيرا من الناس يتوهمون أن عمر الخطاب هو الذي ابتدع بدعة القيام في رمضان وصلاة قيام الليل مع جماعة في رمضان، وهو لم يصنع شيئا وإنما أحيا سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم من قبله، حيث ولا أريد أن أطيل الآن إنما قصدت التقريب للموضوع، لا أريد أن أفصل الكلام على صلاة التراويح، لكني أذكر والذكرى تنفع المؤمنين. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة القيام في رمضان جماعة 3 ليالي ثم ترك خشية أن تفرض على الناس، ولكنه في الوقت نفسه حض المسلمين على صلاة قيام رمضان جماعة، فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاة العشاء في رمضان مع الجماعة ثم قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إذا صلى صلاة العشاء مع الجماعة
ثم صلى صلاة القيام قيام الليل في رمضان مع الإمام كأنه قام الليل كله. فلو لم يكن في السنة إلا هذا الحديث الصريح في شرعية صلاة القيام مع الإمام في رمضان ففعل ذلك عمر الخطاب فهو لم يأتي بشيء من عنده، فكيف وقد انضم إلى هذا القول النبوي بالحض على صلاة القيام مع الإمام فعله عليه السلام لها ثلاث ليال من رمضان؟ فإذا عمر أحيى هذه السنة ولم يشرعها من عنده، كذلك عمر حرم المتعة اتباع لنبيه ولم يحرمها من عند نفسه، ولعل في هذا جوابا لما سبق. تفضل. سؤال عن إشاء السلام، هل إشاء السلام مقيد للرجال فقط أم الرجال على النساء بعمومه؟ أظن أنك تعني بسؤالك أن يسلم الرجال على النساء، وأن يسلم النساء بعضهم على الرجال، ولا تعني في سؤالك بالطبع أن يسلم النساء بعضهن على بعض، فتعني في جملة ما تعني أن الشاب المسلم إذا مر بشابة مسلمة يقول لها السلام عليكم، ويكون خيرهما من الاثنين الذي يبدأ الآخر بالسلام، فإذا هي لقيت شابا فتبادره بالسلام قبل الشاب سير في مسابقة. هذا من مضمون السؤال بالطبع. فأقول لابد قبل أن أقول يجوز أو لا يجوز أن أذكر بقاعدة هامة جدا ليتمكن بها طالب العلم من التفقه في الدين. هذه القاعدة هي أن النصوص العامة التي جاءت في السنة فينبغي تطبيقها على النحو الذي طبقت أو طبق ذلك الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن نأخذ من الحديث معنى جديدا لم يجري عليه عمل السلف الأول. أنا أضرب لكم مثلا من عادتي أن أذكره لبعض إخواني بمثل هذه المناسبة. كل المصلين الذين أنعم الله عليهم بأن يؤدوا فرائضهم في مساجد المسلمين حينما يأتون المسجد يدخل الواحد منهم ويصلي السنة القبلية وحده، وتجد المسلم في تجد المسجد فيه العشرات من المسلمين، واحد هنا واحد هنا واحد هنا، هذا يركع هذا ينهض إلى آخره، أعني يصلون فرادى لا يصلون جماعة. فلو أن واحدة من هؤلاء قال لها الجماعة يا جماعة تعالوا نصلي جماعة، أحسن ما نصلي متفرقين، تعالوا نصلي جماعة، وقد قال عليه السلام يد الله على الجماعة، حديث صحيح، بل قال ما هو أصرح من ذلك بمثل هذه المناسبة وهو قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، وهكذا كلما كثر العدد كثر الأجر. فلو أن قائلا استدل على ما أراده هذا الرسول عليه السلام الجواب لا، فهذه القاعدة
يدخل تحتها مئات المسائل، وهي كل نص يتضمن أجزاء كثيرة، بعض هذه الأجزاء التي تؤخذ من عموم النص لم يجري عمل السلف عليه فلا يجوز العمل به، وهو الابتداع في الدين. وبسبب غفلة جماهير المسلمين في القرون المتأخرة عن هذه القاعدة الهامة أحدثوا في الدين من البدع ما أضاعوا بها كثيرا من السنن، مصداقا لقول بعض السلف: ما أحدثت بدعة إلا وميتت سنة. أي شخص منكم سواء كان مقتنعا بعموم قول عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، تنقسم إلى أقسام خمسة، سواء كان أي واحد الآن من الحاضرين يقول بأنه الحديث على عمومه أو من العام المخصوص، فليأتي بأي بدعة يراها هو بدعة، أنا آتي بحجة من دليل عام. كل بدعة موجودة اليوم إلا ما نذر لها دليل عام، فلماذا ننكر هذه البدعة؟ لأن السلف لم يعملوا بتلك البدعة، ومعنى ذلك أن السلف لم يفهموا أن هذه الجزئيات التي نفهم أنها تدخل في النص العام، ما فهم السلف أنها تدخل في النص العام، لذلك لم يعملوا بهذا الجزء. مثاله صلاة السنن مع الجماعة، مثاله سلام الشباب على الشابات، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فما دام أنه لم يجري العمل بذلك فلا يجوز أن نعمل نحن به. لذلك قال العلماء: لا يجوز السلام على المرأة الشابة، وإنما إذا كانت امرأة مسنة عجوز، وأحلى أن تكون عجوزا شمطاء، فحينئذ يسلم عليها. ليه؟ لأنه امتناع السلف عن إلقاء السلام على نساء عموما وفيهن الشابات هو من باب سد الذريعة، ومثل ما قال شاعر مصر قديما: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. فمن باب سد الذريعة قطع الشاعر الحكيم دابر الافتتان، افتتان الشباب بالشابات أو الشابات بالشباب، فما سمح بإلقاء السلام من الشاب على الشابة والعكس بالعكس. لعلي أجبتك عن سؤالك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلي أم لطفي. هي أن يأتي رجل إلى بيت أخيه من المسلمين، نعم، يطرق الباب فتسأل الزوجة من بالباب، فيقول لها: السلام عليكم، أنا فلان، أسأل عن فلان. نعم. هل هذا مشروع أيضا؟ هذا مشروع، لأنه هنا ما في فتنة. نعم. وإياه. نعم. صاحب الشارع بأخذ الولد من مال أبيه دون علمه، أو العكس، دون قدره. أما أخذ الولد من مال أبيه دون علم الأبي فلا يجوز، فهو حرام عليه. أما أخذ الوالد من مال ولده إذا كان محتاجا إليه فيجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. إذا كان الوالد بحاجة إلى مال ابنه أخذه، لأنه كما قال عليه السلام في حديث آخر: أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده، وإن أولادكم من كسبكم. فإذا أخذ الوالد من مال ولده دون إذنه فهو جائز ولا عكس. نعم.
ضرب على الدف؟ لا. وهل هناك مناسبات أخرى غير الزواج يضرب فيها على الدف؟ العيد فقط، ليس هناك إلا الزواج والعيد. ولذلك أنكر الرسول عليه السلام على أبي بكر الصديق حينما دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد وهو مسجى يعني مغطى وعنده جاريتان تغنيان تضربان عليه بدف، دخل أبو بكر الصديق فلما سمع الضرب على الدف في بيت النبوة قال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستفهام الاستنكاري، فرفع الرسول عليه السلام رأسه وقال دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. لذلك قال العلماء يجوز الضرب على الدف في الزواج لقول عليه السلام فصل ما بين النكاح والصفاح الضرب على الدف أو كما قال عليه السلام، وكذلك في العيد لحديث أبي بكر الصديق، ذلك لأن أبا بكر كان معذورا في إنكاره على الجاريتين ضربهما بالدف لأنه هو الأصل، أي إن الضرب على الدف هو من الملاهي التي يحرم تعاطيها أبد الدهر، هكذا تفيد النصوص العامة في الشريعة الإسلامية. وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه تعلم من الرسول عليه السلام في جملة ما تعلم تحريم الملاهي، ولذلك لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وسمع الجاريتين تضربان بالدف استعمل العلم السابق أن هذا من الملاهي التي حرمها الرسول، لكنه كان بعد ما علم أبو بكر الصديق أن الشارع الحكيم استثنى من الملاهي المحرمة أبد الدهر الدف، ليس فقط في العرس بل وفي يوم العيد، لم يكن أبو بكر الصديق قد علم ذلك من قبل، حاطوا بجلد من وجه واحد وليس عليه القطع النحاسية المدورة حيث تعطي نغمة زيادة عن طبيعة الضرب على هذا الدف، هذا هو فقط ليس أكثر. هذا نذر معصية، لقد أكدنا آنفا بأن الضرب على الدف حرام أبد الدهر إلا بمناسبة العرس والعيد، فهذه التي نذرت أن تضرب على الدف بمناسبة ما، هذا نذر معصية، وقد قال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. نعم وقع في زمن الرسول عليه السلام أمر لن يتحقق أبدا بعد وفاته عليه السلام، ذلك أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاء منتصرا على أعدائه في بعض المعارك قالت إني نذرت أنك إذا رجعت سالما أن أضرب بين يديك بالدف، قال ففعلي. وهذا
نص يجب أن يفهم بملاحظة أمرين اثنين. الأمر الأول عظمة الرسول عليه السلام وأن رجوعه سالما من معركة من المعارك مع المشركين والكفار هذا فيه حفظ للدين، وهذا لا يتحقق بالنسبة لغيره أبدا. والشيء الثاني أن للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصيات لا يشارك فيها أحد من الناس أبدا، فلا ينبغي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فلا ينبغي أن يتوهم متوهم أنه يجوز لإنسان أن ينذر الضرب على الدف بمناسبة فرح له، قياسا على ما فعلته المرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا قياس كما يقول الفقهاء قياس مع الفارق، أو كما يقول بعضهم من باب قياس الحدادين على الملائكة. فأين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نذرت أنه إذا عاد سالما، وأين من بعده حتى لو قيل إن عاد سالما، فما بالك هنا ما في عاد سالما، إنما والله نجح بالامتحان. ثم ما قيمة هذا الامتحان؟ يمكن يكون السقوط فيه خير له، بعض الامتحانات تكون هكذا. فإذا لا يجوز الوفاء بمثل هذا النذر إطلاقا. لعلك بلغتهم وجاهزين إن شاء الله. ما أعرف الله. نعم ما بعرف الآن برجع، بس في سؤال الأخ إنه سألني. نعم إنه بالنسبة لبعض الزوايا الصوفيين يضربون على الدف ويستعملون الشيش. أي نعم، شو في هذا الحكم في هذا المسألة؟ قال ما حكم ضربي على الدف من كلامنا السابق، لكننا نزيد الآن شيئا. الضرب على الدف كلهو من الملاهي حرام، لكن أشد من هذا الحرام إدخال هذا الحرام في العبادة في الذكر لله عز وجل، فهذا حرام لا يجوز، لأن الإتيان بالمعصية معصية، لكن أشد من هذه المعصية التقرب إلى الله تبارك وتعالى بها. فهؤلاء الصوفيون أو الطرقيون الذين يرخصون في الذكر ويضربون عليه بالدف بل بالطبل، هذا يصدق فيهم قول بعض أهل العلم: متى علم الناس في ديننا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع، وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصة، كذاك البهائم يرخصها ريها والشبع، فيا للعقول ويا للنهى، ألا منكر منكم للبدع، تهان مساجدنا بالسماء وتكرم عن مثل ذاك البيع. وكما قال آخر: أيا جيل ابتداع شر جيلي، لقد جئتم بأمر مستحيل، أفي القرآن قال لكم إلهي، كلوا مثل البهائم وارقصوا لي. حاشر. فإذا الضرب على الدف أو الطبل في الذكر هذا أشد تحريما من الضرب على الدف في اللهو، لأنهم يصدق فيهم قول ربنا عز وجل في كتابه: اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. وقال تبارك وتعالى في حق المشركين: شو الآية؟ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. ما كان صلاتهم عبادتهم لله عند البيت الحرام إلا مكاء صفيرا. وأنتم ترون الشباب الآن كيف يصفرون
هذا إرث ورثه الكفار بعض من بعض، وكان المشركون في عهد الجاهلية في بيت الله الحرام يتقربون إلى الله بالصفير والتصفيق، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، هكذا اليوم يفعل بعض المسلمين ممن عرفتم ذنب فقهاء المسلمين لهم وإنكارهم عليهم أشد الإنكار، حتى أفتى بعضهم بأن المكان الذي يذكر فيه هؤلاء الرقصة الأكلة يجب أن يحرث لأنه تلوث أتي فيه بمعصية الله عز وجل، ذلك الذكر الذي زعموا أنه ذكر وإنما هو لهو. أما الضرب بالشيش هذه مصيبة المصائب، أن يكون هناك مئات الألوف من المسلمين يتوهمون أيضا هذا الإيذاء للنفس هو معجزة، هو كرامة لهؤلاء الناس الذين يزعمون أنهم على شيء من الدين وليسوا على شيء، لأن الدين هو اتباع ما كان عليه الرسول عليه السلام، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب الكرام يذكرون الله بهذه الصفة التي عرفتم شيئا منها من تلك الأشعار التي أسمعتكم إياها. فهنا حرامان اجتمعا عند هؤلاء، الضرب على الدف في الذكر وضرب هؤلاء الناس لأنفسهم بالشيش، وهذا إيذاء للنفس يقترن به تضليل للمسلمين وإيهامهم أن هذه كرامة، والحقيقة هي ليست أولى بكرامة بل هي إهانة، ثم هي تمرين يستطيع أفجر الفاجرين أن يفعل فعلهم، يستطيع ذلك أن يفعل الكافر، الكافر الذي لا يؤمن بالله ورسوله، لماذا؟ لأنه تمرين رياضة. وأنتم لعلكم جميعا سمعتم بعض غرائب الهندوس الوثنيين الذين يدفن أحدهم على مرأة من شهود بل وأطباء فحاصين حضروا خصيصا، كيف يدفن هذا في الأرض ثم يخرج حيا؟ من أين يتنفس هذا؟ هل معنى هذا الوثني لأنه عاش تحت التراب أياما مش ساعات ثم خرج حيا هذا من أولياء الله الكبار؟ حاشا لله عز وجل. هذه تمارين ورياضة، والرياضة تأتي بعجائب الأمور. أنتم مثلا ترون حوادث كثيرة وكثيرة جدا، حبل ممدود على البحر، نحن لو مشينا على جسر ضيق ننقلب، أما هو يمشي على الحبل، إيش هذه كرامة؟ مش كبار علاقة بالكرامة أبدا، هذا هو تمرن، ويشترك فيه الصالح والطالح والمؤمن والكافر. وعلماء المسلمين قديما وحديثا لهم تجارب مع هؤلاء الناس الذين لا يعرفون من دينهم سوى هذه التمارين التي اعتادوها ثم يضللون الناس بها، مع أن العلماء يقولون إذا رأيت شخصا قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف على حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي. لماذا قالوا؟ قالوا لأن هناك خوارق العادات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، خوارق العادات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: معجزة، كرامة، استدراج. المعجزة من النبي، الكرامة من الولي، الاستدراج من الكافر والمنافق. لستم بحاجة نتحدث عن المعجزات فهي في الكتاب والسنة ما شاء الله كثيرة، والكرامات أيضا كرامات الأولياء الصادقين الصالحين فهي والحمد لله أيضا كثيرة، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، هذه كرامة لمريم عليها السلام.
وهنا كتب مؤلفة في هذا الصدد، ومن أحسنها كتاب ابن تيمية رحمه الله. شو اسمه؟ نعم، لا لا ذكرونا باسمه يا جماعة. لا الخلاصة، أما الحديث الذي ينبغي نتحدث عنه هو الاستدراج. لقد جاء في أحاديث كثيرة وصحيحة بل ومتواترة أن الدجال الأكبر في آخر الزمان يقول للسماء أمطري فتمطر، يقول للأرض أنبتي نباتك فتنبت، يقول للخرابة أرض خريبة أخرجي كنوزك فتخرج وتتبعه، يقطع الرجل قسمين بالسيف ثم يعيده حيا. هل هذه كرامات؟ هذه خوارق عادات يرجليها الله على هذا الدجال الأكبر الذي حدثنا عنه الرسول عليه السلام، فقال ما بين خلق آدم والساعة فتنة أكبر من فتنة المسيح الدجال. فهو هذا المسيح الدجال يأتي بهذه الخوارق العادات، فإذا خارق العادة ما يدل على صلاح أبدا. الصلاح هو العمل الصالح، لذلك قال الشاعر السابق إذا رأيت شخصا قد يطير، يطير بدون أجنحة مش بالطائرة، فالكفار يطيرون وسبقونا في الطيران. إذا رأيت شخصا قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع، ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج ومبغي. فهؤلاء الذين يضربون أنفسهم بالشيش هذه تمارين. ومن أكبر الأدلة على ذلك أنك إذا قلت لأحدهم هات أنا بضربك بوس صغير بيقول لك لا. ليه؟ إذا كان هو صاحب كرامة فعلا خلي أرجي كرامته لأي شخص يريد يضربه في أي مكان، يقول لك لا. ليه؟ لأنه هو مش متمرن يضرب حاله هون في الصدر في القلب ولا هون ولا هون، وإنما هون حيث العضل حيث اللحم ليس حيث الأعصاب وحيث العظام. قلت آنفا لعلماء المسلمين على مر الزمان تجارب مع هؤلاء الدجالين، من أشهرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي تحدى شيخ الرفاعيين في زمانه والمعروفين بالبطائيين الذي كان يتظاهر بأنه يدخل النار ولا يحترق، فتحداهم ووصل الخبر التحدي إلى أمير دمشق يومئذ، فاستدعى شيخ الطريق وشيخ الإسلام ابن تيمية ليشوف كيف يتجادلان وماذا يفعلان في النهاية. فتكلم الشيخ الإسلام بما عنده من علم وأن هؤلاء من أشرار الخلق من شرار الخلق، وأنهم لا علم ولا تقوى ولا صلاح، وإنما يدجلون الناس بأمور يشترك في فعلها الصالح الطالح والمؤمن الكافر. وقال في جملة ما قال أن هؤلاء يذهلون أبدانهم بمادة خاصة وثيابهم كذلك، فيدخلون التنور ولا تحرقهم النار. وأنا أتحداهم بشرط واحد، تأمر يا حضرة الأمير أن يخلعوا هذه الثياب وتأتيهم ثياب غسيل من عندك، وتأمرهم أن يغتسلوا بالماء والخل أبدانهم، ثم يلبسون هذه الثياب البياض وأدخل أنا حين ذاك معه التنور، فمن احترق منا فهو الكاذب. فلما انكشف الأمر لذاك الدجال نكث على عقبيه. حوادث كثيرة وكثيرة، لعله من المفيد أن أذكر لكم بسيطة، قصة بسيطة جدا وقعت لي أنا وأنا العبد الفقير. كنت سافرت إلى حلب من دمشق في سبيل الدعوة، ألقينا الدرس
ونفضل الناس ويبقى عادة أربع خمسة من إخواننا يعني الأصدقاء. تأخر معهم شخص ما رأيته البتة قبل تلك الساعة، جالس هناك بعيد عني وبطنه هيك، وما هو بالبدين نحيل مع ذلك كريشه هيك. قلت له ايه هذا يا رجل؟ قال هذه الرحمانية. انا لأول مرة اسمع كلمة الرحمانية هناك في حلب. قلت ايش يعني الرحمانية؟ قال يعني الشيش. قلت يعني انت جئت به لماذا؟ انا عارف. قال نوريكم كراماتنا. قلت له الامر سهل، كنت احمل يومين موسى ذي نصلين، كل نصل هيك طوله صغير كان براية القلم. قلت له اذا انا اضربك بهذه الموسى بيدي. فقال بيدي، يعني هو بيضرب حاله بالموس اللي بعطيها بيده. قلت له لا بيدي. قال بيدي. فالناس بدأوا يتفرجوا على هالكلمة اللي بتتكرر من الفريقين، أنا بقول بيدي، هو بيقول بيدي، بيدي بيدي بيدي، وأنا بطبيعة الحال أصبر منه، أولا محق، وثانيا مضى عليه ما شاء الله من سنين، وأنا أدعو الناس أشكالا وألوانا إلى دين الله الحق. فكل ومل، ولذلك طلع منه آخر كلمة. شو الفرق؟ أنا بقول له بيدي، هو بيقول لي بيدي بيدي بيدي، بعدين مل وكل. قال إيش الفرق؟ قلت له ما دام ما في فرق فبيدي. أبويت الذي ضل وحول الموضوع رأسا، وهذا من تجيلهم، نادى صاحب الدار واسمه كمان أبو أحمد. قال له يا أبو أحمد هات المنقل. بتقول المنقل أنت تبع الفحم، فهمت أنا ماذا يريد. قلت له يا أبو أحمد لا تجيب المنقل، هات الكبريتي. سبحان الله. كان هو من الصوفية بيعتادوا يحطوا حطة بيضة بدون العقال، فجاء الكبريت شعلت كبريتي وقمت ليه. قلت له ترجع عن دعواك هذه الباطلة ولا بعراك مسكين وجمة، يعني خرس أرض كلمة ما يحكي ولا كلمة. وأنا أتقدم إليه خطوة خطوة حتى اقترت منه فعلا، حطيت الكبريت في الغضاضة في الحطة تبعه وبدأت تلتهب، ثم أخذت هيك فرقتها خشيت أنه يزداد الشرر، عملت هيك صارت فتحة هيك. قلت روح بال عند الشيوخ تبعكم أنه هاي كرامات سلفيين. بس أنا أصلي أشهر. آه طيب نصلي. أحيانا إذا دخل. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. هذه نصيحة من الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عبر الهاتف لفتاة من جماعة الحبشي التي تفاجأت وأظهرت النكير عند رؤيتها لكتاب من كتب الشيخ ناصر. الثاني في أننا في الزمان الأخير وآخر الزمان، ويجب أن تعلم مع هذه الحقيقة الواقعية التي لا يشك فيها إنسان، يجب أن تعلم مع حقيقة أخرى، وهي أننا في زمان تفرق المسلمون فيه تفرقا شيء منه ورثوه عن التفرق السابق، وشيء منه تفرقوا فيه في هذا الزمن اللاحق، مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح معروف: أوله افترقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي ما أنا عليه وأصحابي، فأرجو أن تقفي معي عند هذه الكلمة.
وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الفرقة الناجية التي هي فرقة واحدة من 73 فرقة كلها في النار إلا هذه الفرقة الناجية، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها التي تكون على ما كان عليه الرسول عليه السلام. ليس هذا فقط، بل أضاف إلى ذلك قول أصحابه. ولا شك أن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحدها هو الكافي وهو الهدي والنور، ولكن ما دام أن بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 14 قرنا، فهناك وهناك الفرق الكثير التي أشار إليها الرسول عليه السلام في الحديث السابق، فيجب على المسلم فوق اعترافه أو تعرفه على السنة أن يتعرف على ما كان عليه الصحابة. ولذلك قال عليه السلام: هي التي على ما أنا عليه وأصحابي، ذلك لأن أصحاب الرسول عليه السلام تلقوا البيان منه صلى الله عليه وسلم للشريعة من فمه ردا طريا، أما نحن فبيننا وبينه عليه السلام وصائد كثيرة. وهذه الوصائد من أجل تمييز ما يجوز التمسك بها مما لا يجوز، أو ما يجوز الاحتجاج بها مما لا يجوز، وجد علم اسمه علم الحديث، واسمه علم التجريح والتعديل. ولذلك فإذا ما أردنا أن نعرف ما كان عليه الرسول عليه السلام، فنحن نعرفه من طريق علماء الحديث الذين يصلوننا بالنبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه الكرام. بعد هذه المقدمة الوجيزة نأتي إلى ذلك المثال الذي حدثنا به أخونا أبو أحمد جزاه الله خيرا، وهي حديث الجارية الثابت في كتب السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية: أين الله؟ فقالت: في السماء. فأنت تبعا للشيخ عبد الله الهرري تنكرون هذا الذي أقره الرسول عليه السلام من القول من الجارية إن الله عز وجل في السماء، علما أن ما قالته الجارية هو ما نص عليه ربنا عز وجل في القرآن الكريم في قوله في سورة تبارك: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وأنا أعلم أن هناك تأويلات لمثل هذه الآية تصدر من مثل الحبشي وغيره، وهنا أقول عليك أن تعودي في فهم الكتاب والسنة إلى الصحابة الذين جعلهم الرسول عليه السلام دليلا على أن من تمسك بما كانوا عليه تبعا للرسول عليه السلام فهو من الفرقة الناجية. فهل علمت بواسطة كتب الحبشي أو غيره أن أحدا من السلف أنكر هذا الذي أنكره الحبشي من القول بمثل ما قالت الجارية إن الله عز وجل في السماء؟ ثم من أنكر إن الله عز وجل في السماء فهو سيقول أحد شيئين لا ثالث لهما: الشيء الأول أنه تحت السماء، وهذا كفر صريح بواح، وإما أن يقول إن الله في الوجود كله كما يقول به المعتزلة قديما صراحة، ومن تشبه بهم حديثا ضمنا وليس صراحة، حيث يقولون بمناسبة وبغير مناسبة: الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل الوجود. وهذا هو الكفر، لأنه يعني القول بوحدة الوجود التي يقول بها غلاة الصوفية، وهم الذين يقولون لا خالق ومخلوق إنما هو شيء واحد، كما يقول بعض غلاتهم كل ما تراه بعينك فهو الله، ويقول آخر
لما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار، ذلك لأنهم يعتقدون قول الطبائعيين والدحريين أنه ليس هناك خالق متميز بصفاته عن المخلوقات، ما هو إلا هذا الدهر. وهذا ما صرح به القرآن الكريم: إن يهلكنا إلا الدهر، عن الكافرين الأولين. فلذلك فنفي القول بأن الله في السماء المصرح به في القرآن وحديث الجاري وغيره يلزم هؤلاء النفاة أن يقولوا إن الله تحت السماء، أو أن يقولوا إن الله في كل مكان، وسواء قالوا هذا أو ذاك فهو كفر. أما حينما يقول المسلم إن الله على العرش استوى استواء يليق بجلاله وكماله، هذا الاستواء والعلو الذي يسبح الله به حينما يسجد متواضعا لربه فيقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ما الذي ينبغي على المسلم أن يفكر وأن يفسر قوله سبحان ربي الأعلى إذا لم يؤمن بأنه حقيقة الله على العرش استوى، وإنما آمن بأنه معه في الأرض أو تحت السماء؟ بينما الله عز وجل كما هو عقيدة السلف الرحمن عرش استوى استوى استواء يليق بجلاله، ويفسر عبد الله المبارك هذا الاستواء بقوله الله تبارك وتعالى فوق العرش بذاته وهو بائن من خلقه وهو معهم بعلمه. فالله لا تغيب عليه غائبة في الأرض ولا في السماء، ولكنه على العرش استوى. هذه كلمة خلاصتها أنه يجب على كل مسلم أن يتفهم الإسلام على ما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام، وليس على ما يقوله الحبشي من عنده. وهي أنت الآن أمام تجربة، هل عند الحبشي أو غيره كلمة عن أحد من الصحابة فضلا عن حديث رسول الله أن الله ليس فوق العرش؟ لا يجدون شيئا إلا ما يسمى بعلم الكلام، والكلام وعلم الكلام هو مزلة للأقدام. هذه نصيحة وذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، والسلام عليكم. الله يجزيك الخير يا أستاذي، الله بارك الله فيكم. أهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. في عندك شيء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخيرات والبركات طيبات. كيف حال أستاذنا؟ الحمد لله بخير. يلا أنت. الحمد لله رب العالمين بخير الحمد لله. في العيال طيبين؟ الحمد لله كلهم بخير. الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيكم. أهلين. أستاذي عندي هنا يعني بعض من إخواننا في السوق. نعم. طبعا منهم من يعمل في بعض المحلات ومنهم من يكون أصحاب المحلات. أيوة. كان البعض من الأستاذ يذهب إلى صلاة الجماعة. ايه. لكن من مدة يعني بيصلي في محله. أيوة. فكنا ذكرنا لهم يعني إنه صلاة الجماعة خير طبعا من صلاتك في محلك. فكنا نتكلم معهم بعض الأشياء هذه وبعض الأدلة فيها. نعم. أما الآن طبعا فحبينا قلنا لهم نسمع من الشيخ الآن كلمة حول صلاة الجماعة. وحول انه يعني التخلف عن صلاة الجماعة شو في لها عقوبة عند الله عز وجل. ايوه تفضل استاذنا. يجب على كل مسلم ان يعلم ان صلاة الجماعة لا تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى إلا إذا صلاها مع جماعة المسلمين في مساجدهم، وذلك لأن الله عز وجل حينما قال في القرآن الكريم وأقيموا الصلاة لم يكتفي بذلك، بل عطف على قوله وأقيموا الصلاة فقال واركعوا مع الراكعين، والآية تقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فكما أنه لا يجوز للمسلم أن يقتصر وأن يكتفي بأداء الصلاة عن الزكاة إذا كان غنيا
كما لا يجوز لهذا أن لا يزكي مكتفيا بما يصلي، كذلك لا يجوز لهذا الذي يصلي في داره أو في حانوته أو في أي مكان آخر، وإنما يجب عليه أن يصلي في المسجد مع إخوانه المسلمين. هذا صريح القرآن الكريم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أي مع جماعة الراكعين المصلين في المساجد. هذا شيء. وشيء ثان، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا لا هوادة ولا تساهل فيه، كل مسلم سليم غير مريض أن يصلي في المسجد، وهدده بأنه إذا تخلف عن المسجد حرق عليه بيته، كما جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم آمر رجالا فيحطبوا حطبا، ثم أخالف إذا أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها، يعني صلاة العشاء. وإنما لم يحرق الرسول عليه السلام بيوت أولئك المتخلفين عن حضور صلاة الجماعة في المسجد، لأنه يوجد في البيوت من لا يجب عليهم صلاة الجماعة كالأطفال الصغار بل والنساء الكبار، لأن صلاة النساء في بيوتهن خير لهن. لهذا السبب هم عليه السلام بتحريقهم ولم ينفذ ما هم عليه لوجود المانع، وهو وجود من لا تجب عليه الصلاة في المسجد، النساء والأطفال الصغار. ولو لم يكن هناك في تعيير وتعييب هؤلاء المتخلفين عن مساجد المسلمين إلا أنهم يتشبهون بالنساء اللاتي يصلين في البيوت وليس في المساجد لكفى بهم عارا وشنارا، فكيف وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت أمثال هؤلاء المتخلفين. ولذلك جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا نعد المتخلفين عن صلاة الجماعة أنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ومن الحقيقة أن جشع المسلمين اليوم وتكالبهم على الدنيا وإهمالهم الاهتمام بأمور الشريعة هو السبب الذي يحمل هؤلاء الناس في أن يصلوا في المساجد، عفوا في أن لا يصلوا في المساجد، وأن يقنعوا في الصلاة في حوانيتهم ودكاكينهم. والواقع أن هذا غفلة كبيرة جدا عن كون كل مسلم يؤمن بأن الرزق مخشوما، فهم ينسون أو يتناسون هذه الحقيقة فيطلبون الرزق من الله بمعصية الله، وقد قال عليه السلام وبه أختم هذا الكلام: يا أيها الناس إن أحدا لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك كل خير أستاذي. الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نافق معلوم النفاق. والحقيقة أن